شربت الشعر من دلات منزوجة على كاسي عذوبة سلسبيلة من شرب هاتن عش إحساسه هواية والشعور أكبر دليل من داخل إحساسي لسان أهل العرب تاريخ في دفتر وكراسة سر الليلة سراي الهاجس يقطع ليل دماسي سجل لي علوم أهل اليمن ساسه ومغراسه نكبنا يوم ما قلتوا نغير وضعنا القاسي ودخلتوا بلدنا في حمام إيران لهاسة دعيتوا للنسور حتى احدقت من كل الأجناسي جمعتوا لكن الفرد أصبح العايب على ناسه فعلتوا مثل دي سوت لها في الحوض بسباسي وتتحكم على أهل البيت من ملحه وبسباسه خلايا النحل خلايا النحل تبني بيتها وتوضع الساسي ولا ما طاقة العيشة تغير بيت من ساسة خسارة لو حليت وحدوها ياكل لها اللاسي وتحكمنا صناديق التنافس عند مقياس صعود الصدح لو ما بش درج صعبة على الناس وما ندق الحجر في الراس يطلع دم من راسه مسير الغدر مثل الحبل لاقت فيه خلباسي يحير صاحبه نقاض غاناته وخلباسه رهنتو شعبنا بالمخرجي الباغي الخاسي سياسته فاشله قدره تهد الحيل قباسه وجزأتوه باسم الأقلمة أخماس واسداسي رضيتو بالمذلة يا كباراته وحراسه وصلتنا الأغاثة منكم في ليل غلاسي صواريخ انطرت من زر مضغوطة وهماسة تورط طوب عصف العاصفة يا كل قباسي تحالفتوا مع ابليس الرجيم واهله وخناسه صوم الشعب ثرواته ذهب وجواهره ماسي وبعد العيش هالرغدة يذوق المر بفلاسة غزتنا العنصرية من بقايا عرق دساسي يهود المملكة سووا لحرب الشعب فقاسة هم أخطر من بلاد الغرب على الإسلام يا ناسي تذكر قدرهم بالمصطفى كم ضاقة أنفاسه أمية من بني خيبر رموز الشرك على نجاسي سلالة من بني تغلب وخال الجر وجساسه ولكن بلغوا من دق ناقوسه والإجراسي علينا العار لا نقطع شرايينه من أنفاسه ومن حب النبي صلى الله عليه من طيب الأنفاسي الله صلى الله عليه وسلم وذكر بالإسناس ودام تعزف أنفاس الهوى حكمة تلحنها فراستها وتتبنى بها الأيام قريحة شعر لا طلت يبوس الحرف للكلمة أشيد قلعة أشعاري حضاره منها وهران على صدر الدجاج أخرفتها والروح مهتمة ومن بين الأفق تشرق معانيها بوابعها منبي وابتكر من موطن الزهر الطري نسمة ودي بجهاد فستان الثقافة في سماء الأحلام خرج ذا فصل الثاني كما باب على الخدمة من الوابع نبثه واستمده طاقم الإعلام على ثغر الحياة الباسمة تتحطم الصدمة وتشمخ من حضارة ناورة وتطاول أيام أجزام تعبنا والوطن شاحب عسى تستيقظ الأمة بنزرع للأمل بسمة ونحصدها شرر والغام فلا يطوي سنين الياس إلا موسم النعمة ولا يرحم ظروف الناس إلا الواحد العلام إذا شافوا قصون الخير تزهو فعلوا الأزمة ويخرج شعبنا المقلوم من الملطان لا ملطان يدرنوا منح فوق الجرح لما يحترق لحمه بشوف إنسان يتفجر مآسي يكن عليه إعدام بسكين المآسي ينذبح شعبي بلا رحمة وطن مقتول وأحلام المواطن ما هي اللوهة وهام قال بسكين المآسي يذبحوا شعبي بلا رحمة وطن مقتول وأحلام المواطن ما هي اللوهام بطالة لا محالة والعمالة في اليمن نقمة شرايح وزعوها واحرقوها وانتجوها أفلام ولكن ما توقعنا يجينا النور بالظلمة كوارث جلت ما ظلت على مهجته المدينة سامعت سم تنبر الثورة صنعها الشعب من دمه كما في ظلها دام الرخاء 59 عام كفاية يا دعاة الشر يحرق موطني همه فلو حنت مناهيد الوطن خارج حب وجران وسلامتكم.